شباب الألتراس ويتم تغيير السياق اللي وضعوا فيه سواء برغبتهم أو عكس رغبتهم، لكن في النهاية السياق أو الصورة اللي تصدرت عن الألتراس معاكسة تماما للتعبير عن المشجع الكروي اللي بيحب فريقه اللي بيحب بلده، وده الأهم. معنا الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ رامي. صباح الخير يا فندم. يعني استاذ رامي، يعني ده في ناس اكثر من الالتراس في دول العالم او يمكن في انجلترا وفي ايطاليا اكثر تعصب من الجمهور المصري، ليه دايما الالتراس متهم الاتهامات دي بالشكل ده؟ هل هو اللي وضع نفسه في دائره الشك وفي دائره الاتهام، ولا احنا تجننا عليه شويه؟ لا، هو طبعا ظاهره الالتراس بقى لها فتره طويله، بقى لها من 2007 تقريبا، ومتواجدة بشكل يعني مكثف في المدرجات سواء مع النادي الأهلي مع نادي الزمالك، وامتدت للمحافظات. نادي الإسماعيلي عمل رابطة، نادي المصري عمل رابطة، المحل عمل رابطة، فالموضوع تشعب بصفة مكثفة جدا في الفترة اللي فاتت. لكن الإقحام بتاع الألتراس ظهر بعد ثورة 25 يناير لما دخلوا في المشهد السياسي، ولما ظهروا في معظم الميادين وساهموا بشكل غير طبيعي في بعض، يعني زي ما كان بيتقال، الخراب بالنسبه للمنشآت الحيويه في البلد، وكان بيظهروا دايما بالعنف والشغل. لا، وهم كانوا بيظهروا يعني بصورتهم كالتراس، مش حاجه خفيه او حاجه، لا بيظهروا بالفوفوزيلا والعلم بتاع الالتراس. فهي دي اللي كانت السبب الرئيسي في ان الالتراس بدا يبقى في تجني عليه. العلاقه توترت ما بين الالتراس وما بين الدوله بشكل عام بعد طبعا مذبحه بورسعيد، مباراه النادي الاهلي والنادي المصري في بورسعيد، واللي طبعا على اثارها كان في نتيجه 74 يعني شاب توفوا في المباراه دي. والحقيقه انا كنت شاهد في المباراه دي، كنت حاضر، كنت موجود وطلعت كذا مره وقلت ان الحقيقه يعني عايز اقول للناس اللي موجوده في الالتراس، الداخليه ملهاش علاقه خالص باللي حصل. هم عندهم قناعه تامه بان الداخليه هي لغايه دلوقتي طبعا متواطئه في الحدث، لحمات البيبان، بقفل البيبان، كل ده هم عندهم قناعه تامه. الشباب يعني عندهم قناعه تامه ان الداخليه والامن عندهم تواطؤ مع الجماهير بورسعيد. يعني انا مش عارف هل هم جماهير بورسعيد دول من مصر والالتراس او الاهلاويه دول من دوله تانية، لا يعني محتاجين زي ما التقرير كان من شويه بيتقال، وده احنا متاخرين فيه، يعني متاخرين فيه الحوار مع الشباب دول ومع الاولاد مهم جدا. هو استاذ رامي الحوار هيجي ازاي وهم بيكرهوا الاعلام، ولا بيتعاملوش مع الاعلام خالص باي حال، ولا لهم تصريحات اعلاميه، ولا ممكن حد يطلع فيهم، ولا ممكن حد يتحدث الاعلام اصلا؟ هو الحقيقه احنا علينا جزء، يعني احنا علينا جزء كمجتمع، كاعلام، كدوله، كوزاره معنيه بهذا الامر، وزاره الشباب، كانت في بعد ما بين الشباب وما بين الوزاره وما بين الدوله في الفتره اللي فاتت، والاعلام نفسه كمان كان يعني متحامل الى حد ما، وانا بعترف بده ان احنا كنا متحاملين الى حد ما على الشباب دول. لكن انا حضرت في المباراه بتاعت النادي الاهلي وسي سبورت في النهائي، الجلسه اللي ما استمرتش دقائق ما بين وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز وبعض الشباب. حصل ايه يا استاذ رامي؟ طبعا الخبر اللي اتنقل واتصدر لوسائل الاعلام، الالتراس في سياره لوري بيقتحم الاستاد، والحقيقه يعني احنا ما فهمناش الموقف، ما فهمناش المفاوضات اللي حصلت بينهم وبين الداخليه، لكن مع الاسف يعني ايا كان اللي حصل هو لسه بيصدر الصوره انه لسه الألتراس مصدر إزعاج، مصدر توتر، مصدر تهديد للأمن. ما هو هيفضل مصدر ازعاج طول ما احنا في ما بيننا مسافه، وفي ما بيننا فجوه ما بيننا وبينهم. الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه، الموضوع بتاع الماتش لما دخلوا باللوري واقتحموا الملعب قبل الماتش، قبل الماتش طبعا. القصه نرجع من بدايتها، هم طلبوا ان هم يدخلوا الاول، عارف حضرتك الموضوع، الدخله اللي هي الحاجات اللي بتتعمل في مدرجات مع بدايه المباراه، فلازم هم لازم يكونوا موجودين يسبقوا. لازم يكونوا موجودين في الاستاد قبلها على الاقل بخمس ست ساعات عشان يقدروا ان هم فالحقيقه هم طبعا كاولاد صغيرين ما عندهمش برضو يعني حنكه الثقافه ان هم يسمعوا الكلام، فراحوا
دخلوا اقتحام بعد ما الامن رفض يعني. لكن انا اعتقد لو كان الامن من حسوا ان هو دخل مجموعه ويقول لهم طب ابداوا وبعد كده هندخل اللي بعديكوا، فهي دي الازمه ان ما كانش في حوار، ما كانش في تفاهم ما بيننا وبين بعضينا. مبادره السيد الرئيس السيسي اعتقد ان هي مبادره مهمه جدا، وفي وقتها مش عشان خاطر دوري ومش عشان خاطر المدرجات ومش عشان خاطر الجماهير تحضر المباراه، مش هي دي القصه بالنسبه لنا. انا شايفها يعني مش هي دي الاهم. الاهم ان يكون في عوده الوئام تاني ما بين الجماهير وما بين اجهزه الدوله، ويكون في ثقه ما بيننا وبين بعضينا، ويكون في تفاهم ما بيننا وبين بعضينا. على الجماهير ان هي تشجع المباراه في المباراه فقط، تشجع المباراه ملهاش خارج اللي خرج الروابط المشجعين عن السياق هو تاثرا بالاحداث اللي كلنا تاثرنا بيها طبعا. بعد الثوره وتدخلهم في السياسه، ولا هي مسبحه بورسعيد؟ لا، هو انا شايف طبعا ان مذبحه بورسعيد هي نقطه التحول يعني، مش الثوره. لا يعني مش الثوره طبعا، لان الثوره دي كلنا كنا صورنا يعني الحقيقه. لا بس دايما كان في اي تواجد في التحرير يتقال الالتراس يعني، لا وشارع محمد محمود وكل احداث الالتراس جايين بشمارخهم بألعابهم يعني. هو انا بس انا بقول لحضرتك ان نقطه التحول الحقيقيه لما تم توظيف يعني، ما هو برضه قد يكون مش عارفين بس انا ما عندناش وثائق ومعندناش بالظبط. ليه بيتم اتهامهم والزج بيهم؟ اسهل حاجه لك ده الارترس اللي دخلوا عملوا، ليه بقت اللقمه الصائغه والشماعه الاسهل اللي احنا قال عليها كل مشاكلنا يعني؟ هو كلام حضرتك مظبوط، بس انا يعني انا عايز ارجع عند نقطه فكره ان احنا لازم نتحاور معاهم، لازم ان احنا نقعد معاهم ونسمع افكارهم ونسمع رايهم. هم على فكره كلهم ما يتعدوش سنهم اكتر من 17-18 سنه يعني. يعني المجموعه دي كلها اكبر حد، اما هي دي خطوره فعلا، بس لا خطوره، وفي نفس الوقت احنا لازم نحتويهم يعني كمجموعه شباب. طاقه بالظبط، طاقه ايجابيه سلبيه ما لهاش حل تاني. فبالتالي على الجميع، سواء اعلام سواء مجتمع مدني سواء دوله سواء وزارات داخليه او شباب ورياضه، ان هم يعملوا اجتماعات معاهم. وعلى ان طبعا ده الشرط طبعا مهم جدا، ان المجموعه دي انا كشاب بشجع النادي الاهلي بشجع الزمالك بشجع المصري، عليا ان انا التزم في المدرجات، اشجع فريقي، اهتف لفريقي، اشجع اللعبه الحلوه، ما اعملش الخراب طبعا في المدرجات، او ما اعملش النوع من الشغب جوه الملعب. في مشكله كمان لو فريقي خسر، وده شيء وارد، ده طبيعي يعني في اي لعبه، ما قلبش الدنيا او ما ابداش بسبب اللاعبين، ده سلوك بقى يعني سلوك شعب ولا لا يعني هو ده دور وعي رسخوا التعصب الكروي يعني، ده دور وعي برضو من اجهزه الاعلام ومن اجهزه وزاره الشباب، على وزاره الشباب ان يكون في تفعيل اكتر مع هؤلاء الشباب. ان يعني انا بشوف وزاره الشباب بتدعو شباب من 6 ابريل وشباب من حركه كفايه داخل وزاره الشباب، لكن على وزاره الشباب ان هي تدعو برضو شباب الالتراس ان هم يكونوا موجودين. بس ده كده يا استاذ رامي يعني بشكل حضرتك بتقوله ده يعني ده هو اعتراف بكيان او اعتراف بتنظيم هو مش موجود. لا هو مش كيان، هو مش حكايه كيان، بس هو مجموعه يعني. انا حضرتك مثلا استدعي مين عشان هدعي جماهير النادي الاهلي مثلا، شباب النادي الاهلي، الشباب النادي الاهلي اللي عايزين ان هم يقعدوا يمثلهم. هم بيدوا مثلا اي منظمه عشان ليها قائد، ليها اتنين، ليها متحدث اعلامي، ليها افراد معروفين هم بيمثلوا الجهه والمنظمه. انا اقدر ادعي مين؟ اقدر اتوجه لمين؟ اقدر اتواصل مع مين؟ هو ده تنظيم؟ هو ده حزب؟ ما دي كلها اسئله بتطرح. طب نقننهم بالشكل ده ولا نسيبهم بالشكل ده؟ لا يعني انا مش معتقد منهم، انا مش معتقدين، لان التقنين هيبقى فيه نوع من العجرفه زياده، وهتلاقي حضرتك طبعا يعني حاجات تانية ممكن تحصل مع تقنين ومع ان هم يكونوا ليهم كيان او ليهم حزب او ليهم حاجات دي. لا انا مش حضرتك، المشهد الكوره مش مشهد سياسي، مشهد الكوره تشجيع فقط، ان هو بيساند فرقته، بيشجع لعيبته سواء منتخب او فرقه او نادي يعني. ده الدور اللي على الجمهور. انا كواحد متفائل على المباراه
المباراه، جاي اشجع المباراه، جاي استمتع بلعيب بيلعب مباراه مثلا، لكن مش جاي ان انا عشان خاطر ادخل في مشهد سياسي او ادخل ان انا اتزعم موقف ما او اعلن عن موقف ما. كل الامور دي وانا برضو من خلال حضراتكم في امور جد كتيره جدا بتحصل في بعض المباريات ما بناخدش بالنا منها، ان بنلاقي يوفط مثلا، بنلاقي يوفط مش عارف حزب ايه يؤيد النادي الاهلي، الحاجات دي كلها يا ريت تبقى مش موجوده في المدرجات، لان فكره الملعب المستطيل الاخضر ده لما يدخل جواه دعايه سياسيه امر في غايه الخطوره، محظور ومحظور في نفس الوقت، وهيفتح البيبان، هيفتح بيبان كتيره جدا. هو الامن عليه مهم الحقيقه، صعبه جدا عشان يامن الملعب ويامن دخول الشماريخ اللي هي واحده كمان من المشكلات. كان سؤال بيلح عليا دايما قوي، ازاي هيتم السيطره؟ نفسي اعرف ازاي رغم اللي خدوه من اجراءات في الماتش الاخير في الشماريخ، الشماريخ دي دخلت وطلعت ازاي؟ لسه انا كنت في موجود في الملعب من الساعه 11 الصبح، من صح من لحظه الاقتحام رحت على طول على الملعب. الامن بلغنا كصحفيين ان هم عثروا على اربع شنط مليانين شماريخ، اربع كيس مليانين شماريخ. ده طبعا مباراة ما بدأت يعني أسطول شماريخ ظهر. الحقيقة أنا يعني يمكن من بعض الشباب الصغيرين اللي هم منتمين للألترس بيقولوا إن هم بيدخلوا الأول بيخبوهم في أماكن معينة، يحطوهم يدفنوهم جوه رملة. يعني طبعا يعني مواقف إيه الأفكار هي كلها أفكار شباب، يعني كلها أفكار شباب أفكار شباب. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، هي موضوع الشماريخ، موضوع الشماريخ يعني هو برضو جزء من ثقافتهم على فكره، لا يتنازلوا عنه. بالظبط، يعني موضوع الشماريخ وانا شايفه برضو ان هو مش مفهوش يعني ازمه او مفهوش خطوره قوي، لكن إيه احنا بس عشان الظروف الامنيه، الظروف الامنيه طبعا انا جاي لحضرتك في الكلام، ان الظروف الامنيه هي اللي مخليه الامور فيها نوع من الشده شويه، من ان احنا بنعمل نوع من الامان حوالين المدرجات، سواء الشباب الصغير او العائلات اللي بتحضر المباريات. هي دي المشكله في الموضوع الشمالي. لما بيقسم الشاشه نصين ويتفرج على الصوره بتاعه الامم الافريقيه 2005 والصور اللي احنا شفناها 2006 اسف، والصوره اللي احنا بنشوفها دلوقتي تحس ان انت حزين طبعا. الشكل اللي احنا كنا بس ده كان شكل استثنائي في 2006 على فكره، يعني كانت اول مره في الامم الافريقيه انه النوعيه دي من الجمهور كان يحضر المباريات. كان شكل استثنائي، يعني عارفه تحس فرق واختلاف كبير في فرق طبعا. تحس ان انت يعني مشتاق انك تشوف صوره زي دي في فرق. احنا مصر اتمثلت مصر، يعني كان ليها عارف يعني حتى بالخوز والاعلام والاشكال والطاقيات اللي كانوا بيلبسوها والتيشيرتات والبنات الجميله والشباب المحترم. كانت صوره، احنا ما بقاش في سيدات بتروح الاستاد دلوقتي خلاص، يعني دي مشكله. ما هو انا 2006 كان استثناء لان ما كانش في سيدات بيروحوا قبل 2006، بس يعني يمكن يعني هي يمكن يعني كان في عائلات بسيطه بتروح المباريات، يعني بس كانت في 2006 الحاله مختلفه. الحاله مختلفه على اساس ان في يعني فتيات وفي سيدات وعائلات كانت بتروح المباريات زي ما الاستاذه بتقول. ولكن احنا محتاجين لعوده ده، يعني بنشوف في الدول، حتى مش عايز اقول اوروبا، لا بنشوف في الدول العربيه، في الدول العربيه، في الدوريات العربيه بتلاقي حضرتك في العائلات السيدات والفتيات بيروحوا يشجعوا انديتهم اللي هم اللي بيشجعوها وبشكل طبيعي جدا، ما فيش ادنى مشكله. وكل واحد داخل عارف هو داخل عشان بيشجع فرقته، وبعد ما المباراه بتخلص زي ما حضرتك قلت من شويه، فريق الكسبان كسبان والخسران خسران، ده مهم. لكن مش عشان خاطر انا خسرت مباراه لازم اولع في الشماريخ ولازم احذف الامن بالميه ومش عارف بالطوب والحاجات دي كلها. لا، علينا ان احنا لازم نواجه، يعني لازم نواجه مشكلتنا ولازم نواجه هؤلاء الشباب. مهم جدا على الدوله زي ما يعني السيد رئيس الجمهوريه طرح الموضوع ده. الحقيقه انا يعني كان الطرح بتاعي استاذ رامي، ايه الطرح ابرز معالم المبادره دي؟ يعني لو اتكلمنا في نقاط كده ممكن يستجيبوا لايه وممكن يرفضوا ايه؟ شوف، هو طبعا هو حركهم المطلب الرئيسي بتاعهم هو المحاكمه بالنسبه لمذبحه بورسعيد. هو ده المطلب الرئيسي بالنسبه لهم بتاع بورسعيد، يعني المشترطين ده. لكن يعني عليهم، قال لنا ان احنا نقعد معاهم، يعني قال لنا ان احنا نفهمهم،
علينا ان احنا نقول لهم ان احنا في 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 قانون، في محكمه، في مستندات، في اوراق بتقول اذا كان في حد مدان او مش مدان، على ان اهالي الشهداء نفسهم ان هم كمان يتفهموا ده، بحيث ان هم يعني ينقلوا ده للولاد. يعني اهالي الشهداء انا 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 يعني بطلب من وزير الشباب ان هو يعقد جلسه مع اهالي 74 شاب اللي راحوا طبعا في مذبحه بورسعيد، ان هم يقعد معاهم بحيث يفهمهم القصه بالظبط، يعني ببساطه. وهم الاهالي الشهداء في مجال ده الامر مطروح للقضاء، يعني دايما بيبقى في حساسيه في الامور دي يا استاذ رامي لما بتكون في ايد القضاء. ما هو انا الجانب اللي في القضاء انا ما ليش علاقه بيه، يعني طبعا القضيه ماشيه زي ما هي ما فيش مشكله، لكن انا بتكلم على الجانب الانساني والجانب ان انا الم الامر ان احتويه ان الـ ان الـ 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 اهالي الشهداء عليهم ان هم يقوموا بدور مع وزاره الشباب ومع الدوله في ان هم ينقلوا للشباب ان الامور فعلا في طريقها ان شاء الله باذن الله لاصدار حكم، في طريقها ان شاء الله ان هم ياخدوا يحصلوا على حقهم الطبيعي وفقا للقانون ووفقا للمحكمه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان مبادره الرئيس السيسي تتم باذن الله بالتكاتف ما بين كلنا كاعلام وكدوله وكوزاره الشباب والرياضه ومجتمع مدني. مجتمع مدني عليه دور مهم جدا طبعا. والشباب نفسه عليه ان هو يسمع وعليه ان هو يستوعب الكلام اللي يتقال له، لان ما فيش حد ليه مصلحه في اي حاجه خالص في الموضوع ده. كل الامر بيتعلق في مصلحه الدولة بشكل عام ومصلحة وأمن مصر. شكرا جزيلا، شرفتنا الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. شكرا جزيلا أستاذ رامي، أهلا وسهلا بك. شكرا لك يا أستاذ رامي. دلوقتي معادنا مع الوقفة الاقتصادية في هذا الصباح وحنان الخولي. صباح الخير يا حنان. الانتظار. صباح الخير يا حنان.